وفي هذا الصدد أشارت الدكتورة مريم الهاجري الوكيل المساعد للصحة العامة في وزارة الصحة خلال مداخلة هاتفية في نشرة سابقة، أشارت إلى التعاون المستمر بين وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم لتوفير عام دراسي صحي وآمن لجميع الطلبة ولكافة المنتمين للصرح التعليمي. حرصت وزارة الصحة وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومن خلال الفريق الوطني للتصدي لجائحة كورونا والجهات المعنية لتأمين عودة آمنة وصحية للطلبة والطالبات في المدارس والهيئات التعليمية والإدارية. ومن منطلق أهمية الحفاظ على صحة وسلامة الطلبة وجميع منتسبي المؤسسات التعليمية في ظل انتشار فيروس الكورونا، تم العمل على إعداد وإصدار دليل إرشادي يتضمن جميع الإرشادات الخاصة بالعودة للمدارس وفقا للإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من قبل الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس الكورونا. هذا الدليل يشتمل على جميع الإجراءات الاحترازية الخاصة بالمؤسسات التعليمية والتأهيلية لذوي الاحتياجات الخاصة. وكذلك تم الحرص على ربط الحضور بآلية الإشارة الضوئية، وذلك حرصا على صحة وسلامة الجميع. ويتم يعني متابعة معدلات نسبة الحالات القائمة بشكل يومي، ويمكن بعد بشكل يعني بالساعات ومستمر من خلال التنسيق والتعاون المشترك بين وزارة الصحة متمثلة في إدارة الصحة العامة ووزارة التربية والتعليم. وطبعا مثل ما انتم عارفين ان المؤسسة التعليمية تتحمل المسؤولية الكاملة في تطبيق معايير التباعد الاجتماعي وحفظ أمن وسلامة الطلبة والهيئات الإدارية والتعليمية، بحيث تلتزم بجميع الإجراءات والاشتراطات والتدابير الاحترازية الصادرة من قبل الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس الكورونا.